ترأس سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أملاء مجلس التعليم العالي اجتماع المجلس الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة كل من سعادة الدكتور الشيخ رنا بنت عيسى بن تعيج آل خليفة الأمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس الأملاء وعدد من المسؤولين بالأمانة العامة للمجلس. في بداية الاجتماع رفع رئيس المجلس والأعضاء خالص الشكر والتقدير والامتنان إلى جلالة الملك المفدى وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة صدور المرسوم الملكي بإعادة تشكيل المجلس، ومؤكدين حرصهم على تنفيذ توجيهات القيادة الحكيمة لتطوير التعليم في كافة مراحله وسعي المجلس الدؤوب وبذل الجهد لمواصلة المسيرة التي دامت طوال السنوات الماضية للارتقاء بالتعليم العالي. وجه المجلس الشكر لأعضاء المجلس السابقين وللأمين العام السابق للمجلس ورحب بالأمين العام الجديد. طلع المجلس على النتائج المشرفة التي حققتها مملكة البحرين في الدراسة التي أعدها معهد اليونسكو للإحصاء حول مدى تأثر التعليم حول العالم بجائحة كورونا. عقد مجلس التعليم العالي اجتماعه الأول على ضوء التشكيل الجديد، وفي بداية الاجتماع رفع الجميع أسمى معاني الشكر والتقدير إلى سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه بمناسبة هذا التشكيل، مؤكدين حرصهم على تنفيذ توجيهات القيادة الحكيمة يحفظها الله ويرعاها لتطوير التعليم في كافة مراحله التعليمية. كما اطلع المجلس أيضا على ما جاء في التقرير الصادر من مركز الإحصاء الدولي التابع لمنظمة اليونسكو، والذي بيّن كيف استطاعت مملكة البحرين التعامل مع جائحة بكل اقتدار، وخصوصا في مجال التعليم، وما أتى ذلك إلا بجهود كبيرة بذلت ونتائج مشرفة ولله الحمد تم تحقيقها. اطلع المجلس أيضا على العديد من مذكرات التفاهم التي تنوي عدد من الجامعات توقيعها، وأكد المجلس على الجهود الطيبة التي بذلها مجلس التعليم العالي في السنوات الماضية واللوائح التي صدرت، وأن إن شاء الله سيكون هناك استكمال لهذه المسيرة المباركة بشكل تشجيع الاستثمار في التعليم العالي، وكذلك استقطاب العديد من البرامج من الجامعات ذات السمعة الطيبة الكبيرة الخارجية لتكون أيضا لها برامج في مملكة البحرين، وتشجيع مؤسسات التعليم العالي كافة في البحرين على تقديم أفضل الخدمات، خصوصا مع بداية العام الدراسي القادم بإذن الله تعالى، متمنيا للجميع التوفيق، شاكرا جميع الجهود التي بذلت من مؤسسات التعليم العالي خلال فترة هذه الجائحة، والله ولي التوفيق.